السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم في قناتي نوسديزات. هذا الفيديو هذه درك المرة الثالثة اللي نعاود فيها، وراها تفاصيلي دروك درت إجراءات واحدة أخرى إن شاء الله هذه المرة ما تمشي ليش. لا فيديو إن شاء الله حنهضر على الناس اللي راهم بون. باش نقول لكم أنا التعليقات مانيش نقدر نرد، خاطرش راه عندنا القراية القراية القراية، كتبت هذيك الورقة تشوكي داك النهار كي شفت شحال راني متأخرة. المهم أني التعليقات نتاعكم كيكونوا حاجة خفيفة نتاع ميساج تاع دو ليني تخوا ليني راني نرد، وكيكون لازم نكتب بزاف ولا نخمم بزاف باش نجاوبكم إجابة مليحة ولا راني نخليهم من بعد، والنهار اللي يكون عندي هكا مهلة ولا ندير ديريكت عليها فيديو. سما الا شتوني ما رديت عليكم ما تقلقوش، ماشي ما قريتش، بالك ما كانتش عندي الإجابة دروك في هذيك الدقيقة، ولا كون نجي نجاوب نضرب ساعة وانا ديجا راه عندي حصة، ولا خصنا نقراو من 8 للـ5 مرات الخمسة ونص، نص نهار في الدار ونص في الجامعة، وبيناتهم مهلة نتاع ساعة باش تركب في الترونسبور. شغل حنا شغل حنا نطيرو راكم شايفين. المهم هذا فيديو حبيت نهضر على اللي قالوا لي في لي كومونتير، راهم بزاف قالوا لي راه الباك راه يقرب ومازال ما خربتش حتى حاجة. اول شيء حبيت نسقسيكم سؤال، علاه مازال ما بديتوش؟ ما شو هو السبب؟ علاش التاخر؟ علاش تحوسوا لوحدكم؟ ضيق الوقت، لماذا؟ خصني اجابه. بون اللي عنده العذر ويقول لي كنت مريض، كان عندي ظروف، كان حاجه كانت هكا. مهم كيكون عذر فريمون ياثر على النفسيه بزاف، وفريمون يقدر يكون سبب اللي ما خلاكش تقرا، بصح ماشي معناها على جال العذر ثانيك ما تقراش كاع. بون انا هضروا من ناحيه علاش مازال ما بديتش. الا عندك عذر فريمون عذر يقنع صح، بصح الا ما عندكش علاش؟ اسكو غير باش تلعب في البورتابل راك مخلي روحك تدنا عند الباك وانت ما موجدش؟ شوفوا ما نهضروش على دوك الناس اللي بقاو لهم شهرين 3 شهور للباك ينوضوا يراجعوا ويدو دي 14 دي 15 حتى دي 16. ما نهضروش على هذوك اللي يكونوا فريمون شاطرين بزاف، ما نهضروش عليهم. انا نهضروا على ان ليف موايان ولا تحت الموايان، اللي خصو يجيب 10 حتى ل 12 13، خصو يجيب من 13 ل 15 16، هادو خص تقرا من البداية. بوركوا؟ ماشي قضية مستوى، مي قضية حالة نفسية. هذا هو المعنى اللي راني نحوس نوصله لكم. الا انت كنت تقرا في بداية السنة وانت اصلا راك تخمم في الباك، راه عندك داك ستريس، راه عندك داك التقلق تاع قرب الباك، راني في عام الباك. الغاية نتاعي اني نفهمكم بلي ما كانش فريمون سورتو قبل الدخول للسنة الجديدة بعدا، ما كانش فريمون عامل يقول لك راك متاخر وما راكش متاخر. لا كلاس حنا نعاونوا روحتينا بها، لي كور نعاونوا روحتينا بهم، بصح انت كيش تعرف روحك بلاك روتار ماشي فريمون معيار وثابت ولا حاجه كيما هكا. حنايا واش نديرو؟ حنا نضربوا حسابنا على هذا الروتار مقارنه مع الاخر باش تحفز روحك تقرا. كاين ناس يبقاو قاعدين يتفرجوا، هذوك ما نيش فاهمه علاش. انت في بدايه العمر راك ديجا عندك ضغط، انت كتمشى في السنه والضغط راه يزيد. اللي ما قدرش يحفظ في البدايه يحاول يصيب الإجابة، يحاول يصيب الحل، يشوف في الانترنت يوم اليوتيوب راهم بزاف لي ميثود، يشوف لي ميثود اللي راهم خدموهم جدد قادر تساعدك. كاش وحده ما نقولكش كاع يساعدوك، ما نقولكش لازم تصيب الحل. شوف غلب الفهم على الحفظ، الا ما تقدرش تحفظ الا جوك التمارين صعاب روح شوف في اليوتيوب، دبر انا غير من المكتبه تاع الليسي غير باش تبدي. ولا همك ماشي هم هاد الصوالح، ولا ما راكش تقرا خاطر البورطابل راه قابضك، اخي ولا اختي ارفد داك التليفون وطفيه النهار اللي راك ناوي تقرا. قلت اليوم نقرا، طفي داك البورتابل وحطه في جهه وقرا هذاك النهار. حتسم انا راني نحتسم في القرايه. تخيل روحك راك تاكل وراك عند ضياف وحشمت منهم وحطوا لك طبسي معمر ماكله وكليت شويه وما قديتش، وهما تلما هما ناس ملاح حشمت منهم تخلي لهم هذيك الماكله كاع في الطبسي، راك تحتم راك تكمل. هذا هو الباك. الباك هما دوك ناس ملاح اللي راهم عارضينك، عارضينك تقعد عندهم هذيك الفتره. انت كي تكون عندهم تحشم منهم، وعلى تمشي ضيف هما يحطوا لك غير في الحاجه الشابه، وانت تخليهم هكاك ترد لهم ماكلتهم هكاك ما جاياش. الباك كيف كيف، الباك راه يعطيك الدروس، يعطيك المواد، يعطيك العبره، يعطيك اي حاجه، وانت ما عليك غير ترفد هذوك الصوالح وتستخدمهم باش في التالي ترد له الخير نتاعو. اعتبرهم من هذا الجانب تجي تضحك اكثر. بون هي علاش حنا نحبوا نبدو بكري باش هذيك الطاقه السلبيه اللي قادر تغلبنا من بعد، الضغط ستريس هذاك، انت شحال ما كنت الدنيا تعيا تقاوم فيه راه يزيد. يقرب اكزاما تقلق تخاف،
يقرب ما ادراك الباك نورمال، كاع نخافو كاع نتقلقو كاع نستريسي نورمال. بصح شنو كاين الفرق بين تستريسي خاطش ماراك داير والو، وتستريسي خاطش ماراكش محضر مليح، وتستريسي برك خاطش عندك اختبار؟ لي ستريسي برك خاطش عنده اختبار، هذاك اللي راه موجود من بكري، هذاك مانيش نهضر عليه. لي ستريسي خاطش ما راهش عارف الطريقه تاع التحضير، هذاك انسان عادي. ولي ستريسي خاطش ما دار والو، هذاك راه عنده بروبليم خاص يريغليه، يشوف واش هي الحاجه اللي راح تمنعو. اسكو الغرفه اللي راه قاعد فيها فيها فوضى وراهم يلعبوا معاه دراري صغار، ولا كاين بزاف الحالات. اسكو راه البورتابل بي سي اي حاجه بلاي ولا اي حاجه، مهم الحاجه اللي انت يقعد وشوف شنو هي الحاجه اللي راه تمنعك. ما تقوليش انا ما رانيش حاب، اللي ما راهش حاب يقعد في بيروه ويغلق على روحه ويرفد داك الكراس وبالسيف عليه يقرا حتمو. هذه هي. واللي عنده حاجه راه تقبضه، عندك بورتابلك راه يقبضك، خبيه تقولي نقرا به، ما تقراش به الايامات الاولى، نهار الاول نهار الزواج نهار الثالث سي تقرا بلا به. تقولي اليوتيوب، اليوتيوب يقدر يستنى ابخي دو 3 جو غير باش تقبض يدك، باسكو الا بغيت تفرج يوتيوب سورتو الا ما درتش كونت يوتيوب سبيسيال القرايه، حيجيك اشعار، حتجيك انفيتاسيون، حيجيك ميساج، حيجيك اي حاجه سورتو في البورتابل. البي سي شويه، البي سي شويه، البي سي كل ماشي انت تتجرأ وتروح تحل هذيك الحاجه ما يخرجلكش وحده، بصح البورتابل قادر يخدعك، قادر وحده تخرج لك هذاك، يخرج لك داك الميساج، تخرج لك ديك النوتيفيكاسيون. هذه هي. بون اللي عنده مشكل تاع الحفظ يشوف طرق الحفظ، اللي عنده مشكل ماشي يفهم الدرس يحوس على الحلول، يدير ملخصات، يدير مخططات تاع الدرس، يروح يشوف في لي زانال. واللي عنده مشكل نتاع الوقت، الوقت لا غالب الوقت واحد ما يعرف ينظمه، الوقت معليش تقول لي راه يضيع لك الوقت وتقرا غير حاجه واحده، معليش ماشي مشكل، مهم راك تقرا، ما راكش تقرا بزاف سي با غاف، دوك مع الوقت توالف تقرا تولي تقرا اكثر. دراك ما هذاك اللي يقرا من 8 ل من 8 ل 5 هذاك زعما كي يكثر روحه باش يرقد قبل 12 وما يصبحش مريض يقرا 4 سوايع. هذه هي. ما تضغطوش على رواحتكم بزاف وما تطلقوش رواحتكم بزاف، سيو تكونوا معتدلين، خاف من الباك باش تخدم له وما تخافش منه الى درجه انك ما تحضرلوش. هذه هي. ان شاء الله نحبس هنايا، راني كثرت التفلسف. ان شاء الله اللي يكون راقد يفطن، واللي وصلته هذا الفيديو كان خايف ان شاء الله يتكالما. مادامك راك بدلت اقل مجهود راك مليح، مادامك راك حاولت راك مليح، الا راك راقد مازال ما بديتش افطن، ولا بديت ولو شويه افرح بروحك خاطر راك خير من شي وحدين مازال كاع ما بداوش. بصح ما تطلقش روحك، اللي بدا هداوين خاص يبدي شويه بالفور، خاص يبدي بمجهود شويه اكثر من اللي بدا هادي شهر. هادي شهر اللي بدا، الا بدا بثلاث سوايع انت حتبدي باربعه خمسه، كون فاهمين. بون نهضر على اللي كان يقرا بوتيره ضعيفه، واللي ما كانش يقرا اصلا بدي هاد السمانه زعما ثلاث سوايع، السمانه اللي موراها ثلاثه ونص، السمانه اللي موراها اربعه، كي توصل البداية تاع العام الجديد ان شاء الله حبس بين 4 سوايع او 5 هكاك، فيكسيها شهر ولا وبقى عاود تزيد بالنص ساعة. هذه هي افضل طريقة، و سيلفو بلي حاولوا حاولوا باش من بعد ما تندموش على الوقت اللي ضيعتهم. ضيعته خاطر انا ضيعت شحال من سمانة في عام الباك وكامل كامل ندمت عليهم. تبقى تغيضك تقول بالك كون درت هذيك الحاجة في هذاك النهار، بالك كون ما صراليش هكا، بالك كون ما استخيستش لهذاك الحد، بالك كون ما تقلقتش وانا نقول بلي ما حاش نكمل المتتاليات، بالك كون ما استخيستش وانا نقول الميكانيك مازال ما فهمتهاش غاية، علاش هذيك السمانة اللي ضيعتها ولا داك اليومين ولا داك هذيك الويكاند ولا. مهم لازم تستثمروا وقتكم، ماشي من ناحية تقبض المسطرة وستيلو وتستثمر، نو ما تضيعوش في خاوي، من ناحية انك ما تلعبش، ما تكثرش اللعب زايد فوق الطاقة، عندك نهار في السمانة ولا يومين ماكسيموم العب، كملت هذوك النهار ولا يومين فوت الحاجة واحدة اخرى، ما كاش مشكل، ما كاش اللي يمنعك، بصح حاول تتحكم في روحك. هذه هي، طولت عليكم بزاف اليوم، وهذه هي لا فيديو تاع اليوم، ان شاء الله تكون نفعتكم، ونلتقي في الفيديو المقبل ان شاء الله، الى اللقاء.